عن ملاعب كأس العالم للأندية المقرر تنظيمها في المغرب في مطلع العام الجديد. وقد رشحت الدولة المغربية ملعبين لاستضافة هذه التظاهرة، وهو الملعب طنجة الكبير وأيضا مركب مولاي عبد الله بالرباط. مركب مولاي عبد الله الأشغال جاهزة في تقريبا ب90% على عكس ملعب طنجة الدولي التي فيه الأشغال تسير بوتيرة متسارعة، خصوصا وأن الأشغال لم تنتهي بعد، خصوصا مقدرة ب70%. وخلقت هذه التظاهرة جدلا واسعا في المغرب بعد أن عرف عليها أنها منظمة فاشلة، خصوصا أنها لا تحتاج